هجوم عسكري يحاول استعادة المدينة من أيدي من يوصفون بمتشددين سيطروا عليها منذ أكثر من أسبوع، وقد اتهمت الحكومة تنظيم القاعدة بالمسؤولية عن الهجوم. عدن جنوبي اليمن تستيقظ على وقع هجوم دام هو الثاني من نوعه في غضون أسبوع. الهجوم الذي نجم عن انفجار سيارة ملغمة وأوقع عدة ضحايا استهدف رتلا عسكريا كان متوجها إلى مدينة أبيان لدعم المواجهات ضد عناصر مفترضة من تنظيم القاعدة كما تقول الرواية الرسمية، كما يأتي بعد أيام من مقتل بريطاني في نفس المدينة بانفجار سيارته، وأصابع الاتهام أيضا صوبت نحو القاعدة. حادثان سلط الضوء من جديد على جنوب اليمن حيث التوتر هو سيد الموقف، خاصة بعد شهور من استيلاء مسلحين يعتقد أنهم من القاعدة على مدينتي جعار وزنجبار في أبيان. الحكومة تقول إنها تقاتل بكل ما أوتيت من قوة لإخراج المسلحين من المدينة، وتتحدث عن انتصارات وقتلها عشرات منهم، لكن معارضين يرون أنها أرخت قبضتها عمدا عن المنطقة لاستجداء الغرب وإقناعه بأنها لا تزال شريكا مهما في مكافحة ما يسمى الإرهاب. هذه الشراكة تعززت بعد إقرار الحكومة بمشاركة الولايات المتحدة لوجستيا وماديا في دعم قواتها خلال المعارك الأخيرة في جنوب اليمن، بل وهناك حديث عن وجود زوارق أمريكية قرب المنطقة. السلطات الرسمية بررت استعادة التنظيم قوته من جديد باستغلال الاضطراب السياسي واستمرار الثورة الشبابية المطالبة برحيل نظام الرئيس علي صالح منذ فبراير الماضي، ويبقى الخاسر الأبرز في كل ما يحدث هم نازحو أبيان وهم بعشرات الآلاف بعد خروجهم قسرا من ديارهم إلى المدن المجاورة وحرمانهم من تلقي المعونات وتضاؤل آمالهم في عودة وشيكة وحسم مرتقب. ومعنا من تعز نبيل البكيري الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية. سيد، فسر لنا استمرار المعارك كل هذا الوقت في زنجبار تحديدا والآن عملية في عدن. استمرار المعارك سيدتي في جنوب اليمن وخاصة في مدينة أبيان في هذه المرحلة هو دليل على أن هناك أكثر من تعقيد في هذه العملية، وأكثر من جهة ربما حاولت اللعب بمثل هذه الورقة بكسب مزيد من الوقت وكسب مزيد من التأييد والتعاطف الدولي الذي أثيرت مخاوفه تجاه ما يجري في اليمن لتصوير ما يحدث على أنه اقتتال بين القاعدة والقوات الحكومية. تقول أكثر من جهة دخلت في الموضوع، من هي هذه الجهات؟ هل تستطيع تحديدها؟ يا سيدتي، اليوم مصدر مسؤول في اللواء 25 ميكا، هذا اللي والذي ظل محاصرا لمدة شهر كامل في مدينة زنجبار، يقول بأنه بتوجيه إصابع الاتهام إلى قائد المنطقة الجنوبية اللواء مهدي مقولة بأنه يقف وراء تسليح المجاميع المسلحة التي يطلق عليها بأنصار الشريعة. ومن الفارقات العديدة أنه قائد هذه المجاميع وهو أمير هذه المجاميع المسلحة ما تسمى بأنصار الشريعة جلال بلعيدي، هو ولد لمستشار سابق لوزير الدفاع الذي ربما يكون خيطة الوصل بين القيادات العسكرية في المتبقية لدى النظام أو التي لا زالت تدافع عن يعني النظام. هناك تواطؤ ما بين النظام وهذه الجماعات المسلحة والتي يقول عنها نظام صالح بأنها قاعدة، هناك تواطؤ، هم يسلحونهم ثم يحاربونهم، يعني أليس هناك تناقض هنا؟ يا سيدتي، اللواء 25 ميكا هذا اللواء هو من التابع للقوات التي انضمت إلى الثورة، وتم حصار هذا اللواء في هذا المكان، وكذلك بالإضافة إلى بعض الوحدات الأمنية التي ربما عزز بها هذا اللواء وهي كلها قوى تابعة للثورة وهي التي خالت العمليات وطهرت بجانب القبائل التي انضمت إلى هذه القوات واستطاعت أن تطهر هذه المناطق من المسلحين أو ما يطلق عليهم بأنصار الشريعة أو ما يوصفون بالقاعدة، بينما القوات التي لا زالت تدعم النظام وبقيادة اللواء مهدي مقولة فهي القوات التي تعمل على تسليح هؤلاء المجاميع
وتعمل على التواطؤ من أجل إحداث نوع من الخلل لصالح استيلاء هؤلاء المدنيين على تلك المدن والمناطق التي تشهد أزمة إنسانية خانقة الآن. ربما وضحت لنا الصورة أكثر. إذن سيد نبيل، هل يمكن اعتبار بأن يعني المد الزمني لهذه المعارك هناك هو ربما لحرف الأنظار، مع أنه هذه المعارك بدأت منذ ما قبل الثورة في اليمن، ولكن استمرارها بهذا الشكل هل يجري استغلاله لحرف الأنظار عن ثورة الشباب السلمية في ميادين التغيير في أنحاء اليمن؟ هذا التوصيف هو توصيف دقيق جدا لسير العمليات من قبل النظام في هذه المحافظات الجنوبية. ومن الفارقات الغريبة في هذا الصدد هو تصريح اللواء محمد يحيى محمد عبد الله صالح قبل رئيس أركان أمن القوى الأمن المركزي قبل أكثر من شهر لصحيفة دشفيل الألمانية في أن كان يهدد أن القاعدة ربما ستستولي على محافظة أبيان وبعض المناطق في جنوب اليمن. وهذا السيناريو هو الذي فعلا تحقق خلال هذه الفترة، حيث تم تسليح هذه المجاميع وإطلاق يدها بعد انسحاب أوامر بانسحاب القوات الأمن المركزي وبعض مجاميع التابعة للمنطقة الجنوبية الشرقية من هذه المناطق، وتركها تسقط سهلة فريسة سهلة في يد المجاميع المسلحة التي توصف إعلاميا بالقاعدة وهي مجاميع ربما محسوبة على النظام، وتم تسليحها خلال فترات طويلة ويستلمون ويتقاضون رواتب عالية من قبل السلطات في صنعاء. شكرا جزيلا لك من تعز. نبيل بكيري الخبير في شؤون الجماعات الإسلامية. أذكرة للمطالبة بمحاكمة قائد الحرس الجمهوري اليمني أحمد علي عبد الله صالح وبقية القادة العسكريين بتهمة إصدار أوامر بقصف المدينة. وردد المشاركون في المسيرة شعارات مؤيدة للمجلس الانتقالي الذي جرى إعلانه في صنعاء، وكانت المدينة قد تعرضت في وقت مبكر من صباح اليوم لقصف مدفعي من قبل القوات الموالية للرئيس صالح، طال حي الروضة السكني وسقط فيه 3 جرحى على الأقل. وشمال العاصمة صنعاء تعرض أيضا لشمال العاصمة تعرض لقصف من قبل قوات الحرس الجمهوري الموالي للصالح. في هذه الأثناء بدأ المئات من ثوار ساحة التغيير حملة تنظيف واسعة لحي الجامعة والأحياء المجاورة لساحتهم، ودعوا جميع اليمنيين للانضمام إليهم. من جهته أعلن المجلس التنسيقي لثورة التغيير اليمنية الذي يضم نحو 40 حركة ثورية في عموم اليمن تأييده للمجلس الانتقالي الذي أعلنته مكونات ثورية. مراسلنا أحمد الشلفي تابع من ساحة التغيير في صنعاء مجريات الحدث وأعد لنا التقرير التالي. بسم الله. انطلقت صف